كما يعني شاهدنا في التقرير قبل قليل، انتهت أعمال اللحام الخارجي للأنبوب. هذه الأعمال استغرقت 3 أيام. تم سد مسارات لحام الوصلات الخمسة التي تم تركيبها بدلا من الأنبوب المتضرر بمادة الإسمنت. هذه المادة إسمنتية خاصة بتصنيع أنابيب النهر. اليوم تبدأ أعمال اللحام الداخلي. هذه الأعمال تستغرق يوم واحد، متوقع انتهاء منها مساء هذا اليوم، ثم بعد ذلك تبدأ الاختبارات الخاصة بالأنبوب والخاصة بعمليات الصيانة بشكل العام. أمس قامت فرق الصيانة بمرحلة الردم الجزئي للأنبوب لحين استكمال كل الإصلاحات اللي منها أعمال اللحام. والردم الجزئي معناه أن ردم الأنبوب تمهيدا لتركيب غرفة الخاصة بالصمام، ثم بعد ذلك أعمال الردم النهائي. هذه الغرفة هي التي يوضع فيها الصمام التهوية، ثم بعد ذلك تبدأ رويدا عملية ضخ المياه داخل الأنابيب التي تستغرق عدة أيام، ممكن تقريبا 4 إلى 5 أيام. ثم بعد ذلك تبدأ عملية توصيل هذه المياه من الأنابيب إلى الشبكات الفرعية داخل المدن. بمجمل بمعنى أن وصول المياه اعتبارا من اليوم قد تستغرق من 5 إلى 6 أيام أخرى حتى تصل داخل البيوت. الآن نعم. في هذه المرحلة هناك حملتين حقيقة يقودهما فريق الصيانة بجهاز النهر والجهات الأمنية والضبطية. الأولى يقوم فريق الصيانة بجهاز النهر بالمرور على كل المحطات على الخط الناقل من جدابية إلى بنغازي لتغيير وتنظيف وتبديل الصمامات بصيانتها أو تبديلها بأخرى جديدة وإزالة كل التوصيلات غير الشرعية. يتزامن ذلك أيضا بحمل أمنية على رأسها كتيبة أمن النهر والبحث الجنائي والشرطة الزراعية وغيرها من الجهات الأمنية والضبطية. هذه الحملة الآن تقوم بإزالة توصيلات غير الشرعية، تقوم بإزالة كل العوائق والمباني القريبة من خط النهر وكل ما يشكل خطرا أو تهديدا على منظومة المياه، واتخاذ إجراءات فاعلة وفورية ضد المخالفين. نعم، هذا فيما يتعلق بمشروع صيانة النهر. طيب، هل لديك أي معلومات عن الهيئة الليبية للإغاثة الجدابية؟ أيضا ذكرت أنها قامت بمساعدة المهاجرين، ما خلفيتك على هذا الموضوع؟ نعم، خلال الأيام الماضية قامت الهيئة الليبية للإغاثة وبدعم وبالتعاون مع الهيئة الدولية لشؤون اللاجئين بزيارة إلى مركز اللواء إجدابية. ومن المعروف أن مركز الهجرة غير الشرعية ومركز اللواء إجدابية يعني يوميا هو مليء بالمهاجرين غير الشرعيين ومن جنسيات مختلفة، تشادية، أريترية، باكستانية. حتى في الفترة الأخيرة أصبحنا نشهد مهاجرين غير شرعيين من دولة باكستان وبأعداد كبيرة جدا، وباعتبار أن جدابية على ملتقى طرق وتحدث من حولها كثير من أو ينشط من حولها المهربين أو المتاجرين بالهجرة غير الشرعية. كثيرا ما تقوم الدوائر والأجهزة الأمنية والضبطية والأمنية هنا في جدابية بضبط هؤلاء المهاجرين وإيداعهم إلى مركز الهجرة غير الشرعية. حقيقة تقوم العديد من المنظمات الإنسانية دائما بزيارات إلى مركز اللواء، تقديم المعاناة المساعدات لهؤلاء المهاجرين للتخفيف من معاناتهم. أخيرا آخر هذه الزيارات كانت من الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون كما تحدثت مع الهيئة الدولية لشؤون اللاجئين، قامت بتقديم أغطية وملابس رياضية وأحذية لهؤلاء المهاجرين، بلغ عددهم تقريبا 151 مهاجرا غير شرعي. الفترة الماضية قبلها كانت جمعية الهلال الأحمر فرع جدابية قد قامت بإقامة يوم ترفيهي كامل من الصباح حتى المساء بمناسبة اليوم العالمي للهجرة. أقيمت فيه العديد من المناشط للتخفيف من معاناة هؤلاء.